السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة إيلين آرت. اليوم أوريكم رسماتي في دفتر المربعات. طيب بس قبل ما نوريكم هذه مرة 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 جنن. طيب اللي بيشتريها اشتريها تشوفه من شي إن توب. فدحين حوريكم وانا اسويها معاكم. So بلشر بليز انتبهيني. قولوا لي انت تكره اللي كذا يتكلم بلشر؟ يعني حسني خلاص انا اذا واحدة من صحباتي سوي زي كذا والله اقول لها خلاص انويها باح. والله كذا احس شي هذا يقهر. يا شوفوا نو شوفوا قيموا من 10. انا الصراحة قيموا 10 من 10 هاي تقييمي. بس ايش انت اول ما تحطه على طول يعني سوي زي كذا لانه ايش ينشف فهمتوا؟ دقيقة صوت انقطع. يلا نقف كحط مركز ثلاث دقيقة بمسح. يلا كل نفسه بس يلا شوف هذه المرة مرة جميلة فاشتروه. ودحين حنوريكم الرسومات. أول شيء انتو تعرفوا دايما كل دفاتري أنا الصراحة لازم أكتب اسمي عشان ما أضيع اسمي إيلين هذا وهذا هذا كمان هذا مو مرسوم يعني زي مربعات وكذا رسم أي شيء. وهذا هذا كيوت مرة عجبني ذا قيمه أكثر من 10. وهذا ما شاء الله يعني اللي يبغى رسومات من عندي يكتب لي في التعليقات. يبقى مثلا أرسم اللي يبغى رسمه خاصة أنا أرسم له. طبعا مرة يعني رسم زي هذا نسوي لاحظين ورسمت هذا اسمي كتبت اسمي يعني وبس أشوف بس وإنه في أوكي في ما عليكم من هذا. فجأة ماني قاعدة ألون شفت العيون وال ما ضبطت أشوفه إلا هنا العيون هنا الآن هذا كرومي. طبعا البعض يعرف هم أعشق شخصية اسمها كرومي. الفكرة رسمة هذا على شكل الطاق حقي بس فيديو قصير خفيف وبس. هذا كان الفيديو اليوم. مع السلامة. باي.